تنوعت الموضوعات التي ناقشتها لجان مجلس الشورى خلال اجتماعات الأسبوع الماضي كمناقشة الميزانية العامة للدولة وتعديل قوانين الخدمة المدنية والعقوبات ومعاشات ومكافآت التقاعد إضافة إلى تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين وصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحث مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمه باهم توصيات اللجنه لتعديل مشروع قانون الميزانيه العامه استعدادا لبحثها مع لجنه الشؤون الماليه والاقتصاديه بمجلس النواب للوصول لاكبر قدر ممكن من التوافق حول ما يمكن القيام به من مناقلات ضمن ابواب الميزانيه او زياده في باب الايرادات. بما يستهدف تعزيز الخدمات الحكوميه لوزارات الصحه والتربيه والتعليم والاسكان فيما ناقشت لجنه الشؤون التشريعيه والقانونيه بمجلس الشورى خلال اجتماعها مشروع قانون بتعديل الماده الثامنه عشره من قانون الخدمه المدنيه والذي يهدف الى وضع حد ادنى للتدريب حيث قررت اللجنه رفع تقريرها النهائي بشانه لهيئه مكتب المجلس تمهيدا لادراجه على جدول اعمال احدى الجلسات القادمه ياتي ذلك فيما بحثت اللجنه السلامه الدستوريه لمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات وقررت اللجنه احاله رايها بسلامه مشروع القانون من الناحيتين الدستوريه والقانونيه الى لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع والامن الوطني بالمجلس تمهيدا لمناقشته بينما عقدت لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها لمناقشه مشروع قانون باضافه بند جديد الى الماده الثانيه من قانون حمايه المجتمع من الاعمال الارهابيه حيث استمعت اللجنه لوجهه نظر الجهات المعنيه وقررت استكمال مناقشاتها في اجتماعها المقبل كما نظرت اللجنه في مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات وارتات اللجنه الموافقه على مشروع القانون واعداد تقريرها بشانه الى جانب مناقشه الاقتراح بقانون بشان التاشيرات والاقامه بحضور ممثلي وزارتي الداخليه والخارجيه والاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات بحضور ممثلي وزارتي الداخليه والعدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف وقررت اللجنه مواصله بحث الاقتراحين المذكورين في اجتماعاتها المقبله ومن جانبها ناقشت لجنه الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها الاقتراح بقانون بشان انشاء مركز طبي لنقل وزراعه الاعضاء البشريه وذلك بحضور مقدمي الاقتراح والذي يهدف الى انشاء مركز طبي مرخص للقيام بعمليات نقل وزرع الاعضاء يكون تمويله من الهبات والتبرعات ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة. كما نظرت اللجنة في قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من قانون رعاية وتأهيل المعاقين، وذلك بحضور ممثلي نادي الصم البحريني الرياضي وجمعية الصداقة للمكفوفين. حيث تباحثت اللجنة في حيثيات قرار مجلس النواب والمرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية وقررت إعادة وقررت اعداد مسوده تقريرها النهائي بشان المشروع بقانون بالاضافه الى مناقشه ثلاثه مشاريع بقوانين لتعديل قانون التامين الاجتماعي وقانون تنظيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفي الحكومه وللضباط وافراد قوه دفاع البحرين والامن العام وقررت دعوه الجهات المعنيه للاستماع لمرئياتها بشانها